آخر العمليات كانت غارة على محيط بلدة دير أنون رأس العين في جنوب لبنان في قضاء سور، هذه كانت قبل حوالي 20 دقيقة. كان هناك أيضا عدة غارات بعد 6 صباحا على بلدات حنين، جبين، المنصوري، محيط بلدات النقورة، عيتيل، زبئين، وقانا جنوب لبنان. هذه المناطق كانت تتعرض لغارات يعني عند ساعات الصباح الأولى، يعني بعد 6 صباحا. أيضا بالأمس يعني كان هناك سلسلة غارات عنيفة ضربت منطقة سور، منطقة النبطية، حتى منطقة صيدا، منطقة سينيق، أو يعني الغازية. كان هناك غارة ضربت مقر أو يعني أحد المحال، ولكن لم يسجل سقوط إصابات. الصرفان، الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس غار على يعني مركز للجيش اللبناني، 3 ضحايا من الجيش اللبناني وعدد من المصابين. أيضا الطيران الحربي أغار على كفر جوز، على كفر تبنيت في النبطية، نعم. على زيتا، على زفتة، رومين وحمين. هذه البلدات كانت تتعرض لغارات، حتى بلدة عزة بالأمس، كان هناك بلدة عزة في قضاء دير الزهراني أيضا تعرضت لغارة استهدفت أحد المنازل. العمليات أو القصف المدفعي بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتثبيت بطارية مدفعية في منطقة شمع، بدأت هذه البطاريات تعمل بكثافة لضرب الكرة التي تقع ضمن محيط مدينة سور، حتى أن مدينة سور تعرضت لسقوط عدد من القذائف من تلك نعم. المدفعية التي تضرب البلدات، خاصة معركة الخرايب، قانا، مجد الزون، برج الشمالي، عين نعم. بعال. هذه البلدات تتعرض لقصف بالمدفعية. طيب العمليات محمد، البرية، الجيش الإسرائيلي حاول بالأمس، وهذه نقطة مهمة رونق، حاول تفضل. بالأمس الجيش الإسرائيلي التقدم والدخول إلى بنت جبيل والدخول إلى الخيام من بعملية التفاف من الجهة الشمالية، ولكنه كان يشتبك بشكل عنيف مع مقاتلي حزب الله في تلك النقطة. هناك بلدات يقصفها الجيش الإسرائيلي في الجنوب بشكل يومي تقريبا محمد، لكن هل هناك بلدات جديدة في الجنوب اللبناني أدرجها الجيش الإسرائيلي ضمن بنك أهدافه؟ معظم البلدات في جنوب لبنان تعرضت لضربات وغارات بشكل عنيف، باستثناء يعني المنطقة الجبلية التي تقع في جبل صافي أو في منطقة جزين. يعني في بعض الأحيان يكون هناك غارات، مثلا في منطقة جزين يكون هناك غارات على مليخ، على كفرحونة، تلك المنطقة أو الوادي الذي يعني هو ممر جبلي باتجاه منطقة إقليم التفاح. ولكن معظم بلدات الجنوب تعرضت لغارات، تقريبا 90 إلى 100% من البلدات تعرضت لغارات، والنشاط يعني نشاط الطيران الحرب الإسرائيلي يعمل بشكل كبير ويستهدف كل هذه البلدات وأهداف ثابتة. يعني معظم الكرة الحدودية، كرة الصف الأول، أصبحت مدمرة الآن. نعم محمد. الدور والغارات تستهدف كرة الخط الثاني، والتي تعمد يعني الطائرات إلى تدمير كبير. يعني نوعية الصواريخ والأسلحة التي تستخدم هي ثقيلة جدا. صاروخ ببعض الأحيان يعني يقوم باستهداف منطقة، يقوم بتدمير 3 أو 4 منازل معا. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من صيدا الصحفي محمد البابا.